ومن النجوم العرب اللي أيضا حاليا بيعيشوا نجاح عالمي، مينا مسعود بطل فيلم ألادن، واللي حاليا بيقوم بتور بأكثر من بلد للتسويق لها الفيلم إلى جانب نجوم العمل. ومؤخرا اجتمعوا بالبريمير الخاص لهالموفي بلوس أنجلوس، وتحديدا على مسرح الكابتن الشهير، وشفنا الريد كاربت بلون البيربل عشان تكون مناسبة أكثر لأجواء الفيلم. ويل سميث اعتمد سوت كتير غريبة باللون الأسود والجراي مع تيشيرت سودا، وبأنه العرض كان بالأي فحضرت معه عائلته، فشفنا زوجته جيدة اللي لبست أوتفيت باللون الأزرق مستوحى من الفيلم، أما أولادهم ويلو وتري فكانوا ماتشينج باللون الأسود. وبطلة الفيلم نايومي سكوت لبست دريس طويل باللون الزهري، واعتمدت تسريحة شعر الهاي بان، وكملت الإطلالة بليبستيك غامق، وبعكسها هيلين ميرن اللي اختارت إطلالة بسيطة وكلاسيكية وهي سود باللون الأسود والأبيض. أما بالنسبة لمينا مسعود فاختار إطلالة غير عادية ولبس سوت من جيفونشي كانت مالتي كولورد. هالفيلم يعتبر نقلة نوعية في مسيرته بهوليوود، وأكيد الأضواء رح تتسلط عليه أكثر من بعد هالفيلم، يعني بدينا نشوف مشروع نجم عالمي من أصول عربية تماما مثل رامي مالك. ما بنعرف ممكن كمان يحصل على الأوسكار، وعلى فكرة هو شخصيته كتير مريحة وقريبة من الناس، وهذا اللي شافته دانا كمان لما قابلته في الأردن. Thank you كتير إنه عم نعمل هاي الانترفيو بالعربي، وأول مرة الناس يمكن حتسمعك تحكي بالعربي. أيوة ممكن يكون أول مرة. وحرص مينا إنه يتكلم باللغة العربية ما جاء من فراغ، فهو ممثل كندي أصله من مصر وفخور بجذوره العربية، ومن أول ما وصل وهو سعيد بتواجده في الأردن اللي صور فيها بوادي رم في الصحراء من سنتين أجزاء من فيلم اللايف أكشن ألادن. الأردن جميلة جدا، وإحنا كنا معظم الوقت بنقضيه في الصحراء، والصحراء يعني جميلة، فكرتني بمصر كتير وبالقاهرة كتير، والناس جميلة وكريمة جدا، فكان إكسبرينس فظيع يعني. وسمعنا رحت كامبينج بالصحراء. أيوة بعد ما خلصنا كده خدت كام واحد من التيم ورحنا كامبينج. ومن لما اختارت ديزني مينا انه يلعب دور ألادن تغيرت كل حياتها، فاضطر انه يتعلم يغني ويرقص عشان يقوم بهالدور. ولأن قصة الكرتون الشهيرة مبنية على التراث العربي، فكان لازم أن علاء الدين يكون من أصول عربية. مينا يعني صراحة دورك كان كتير حلو، الطريقة اللي قدمتها فيها يمكن نقوا أحسن واحد يلعب هذا الدور، وكمان أنت من أصول عربية بنفس الوقت، فقديش هذا الشيء عنالك؟ أقولي كذا تاني آخر حتة دي بقى أصول عربية، يعني أنه أنت أصلك عربي مصري ولعبت دور ألادن، وبنفس الوقت شخصيتك كانت باونسي فان. You did it all. It's exactly like you humanized the character. شكرا. أنا بس يعني بقرب ممثل وقت طويل، و كنت عايز اخد كل حاجة اللي انا تعلمتها يعني في حياتي وفي ثيتر سكول والتمثيل واحطها في الدور ده يعني، فربنا وفقني والحمد لله يعني. وهذا يعتبر اول دور لمينا مسعود من اول ما بدأ التمثيل في 2011، فشاركت سابقا بعدد من المسلسلات مثل اوبن هارت وامريكان ستان. ومينا مسعود اللي ولد بمصر وهاجر لكندا بعمر 3 سنوات كان طول عمره يحلم انه يمثل. انت كنت تدرس وانت صغير نيرو ساينس، بعدين يو سويتش تو اكتينج، شو راي اهلك؟ كيف اهلك رايهم بهذا الموضوع؟ كيف هيك تقبلوه؟ وهلا شو رايهم وهم عم بيشوفوا افلامك بالسينما everywhere؟ يعني هم طبعا لما جم كندا من مصر هم بس عايزين عيالهم يكون عندهم حياه كويسه وحياه سهله يعني، فما كانوش عايزيني اتعب، بس دلوقتي فرحانين يعني وكله كويس. اوكي مبسوطين فيك. شافوا الفيلم؟ لا لسه ما شافوش الفيلم، هيشوفوه في لوس انجلوس، فهيشوفوه كمان اسبوع حوالي او 6 ايام حاجه كده. وكان لازم نعرف اذا مينا متاثر بالافلام والدراما المصريه. جروينج اب وانت صغير في كنت تحضر مسلسلات عربي، افلام عربي، في عندك ممثلين بتحبهم؟ طبعا احنا كنا بنتفرج على العربي في البيت كتير يعني، وطبعا عادل امام واحد من اعظم الممثلين، هو غير الطريقه اللي انا ببص بيها في الكوميديا، وطبعا عبد الحليم العظيم كان مطرب يعني فظيع بس ممثل كويس جدا، واديها بقى يعني منى زكي واحمد السقا وكتير يعني. كنا كتير مبسوطين هم اكيد فيك وفخورين، وكل شكرا. العالم العربي والمصري اكيد فخور فيك. شكرا. اليوم عم نشوف مصريين اوت ذير مثل ان شاء الله رامي مالك، وان شاء الله بكره انت بتعمل احلى واحلى. شكرا.